قد تكون القيمة أرقاماً أو أثقالاً في ميزان، وقد تأتي على شكل بضائع أو أموال وأثمان، لكن القيمة العظمى بالغة القدر الأسمى هي اهتمام وإكرام، هي إسعاد وابتسام، هي إحسان والتزام، هي احترام، هي الإنسان. جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية، قيمتنا أنت. قيمتنا أنت هو العنوان العريض لحملة جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ولناخذ تفاصيل أكثر عن الحملة، مرحب فيك جنان منيمني، رئيسة دائرة الإعلام بالجمعية. صباح الخير. صباح الخير أول شيء، وكل شهر وأنت بألف خير. صباح النور إليك، صباح النور للجميع، وكل رمضان وأنتم بخير. وأنت بخير يا رب. من خلال هالفيديو اللي شفناه جنان، لمسنا أنه القيمة فيها تكون معنوية وفيها تكون مادية. عم نحكي عن أيام كثيرة أنتم عم تجربوا تضووا عليها من خلال الجمعية خلال هالشهر. صحيح. صراحة نحن يعني بالجمعية مثل كل سنة نتبنى شعار، يعني هالشعار لحتى نعمل وقفة مع أنفسنا بالأول، نقوله لأنفسنا ونقوله للآخرين. هالسنة حبينا المسج تكون أكثر من أنه مسج ربما دينية أو يعني حسب أنه موسم الصوم والشهر الكريم، حبينا تكون مسج مرتبطة بالحالة العامة اللي عم بيعيشها العالم بهالأيام. تعرفوا يعني حروب ولجوء وتشرد وقيمة الإنسان بتحس بلشت هيك تتدنى شوي شوي وتخف. صار في على كثرة الناس المحتاجة صارت ينظر لهالناس على أرقام، وعلى كثرة المساعدات اللي عم تنعطى سواء من جمعيتنا أو من كل الجمعيات من جميع الجهات، عم تنظر إلى أنها أعداد وإنجازات وأموال، فصارت المادة عم تحكم أكثر. فنحن حبينا نعمل هيك مثل وقفة نقول أنه لا، صح في أرقام وصح في إنجازات وهذا مطلوب، وصح مطلوب المادة ومطلوب ونحن بحاجة لها، المادة مطلوبة وكل شيء، ولكن الإنسان يبقى هو القيمة. أوكي. يلي بدنا نضوي عليها. الكلام يلي سمعناه بأول فيديو هو المعايدة يلي أنتوا بتعايدوا فيها الناس من خلال الكارت، ويلي بعتقد بتفسر شو هدفكم وشو القصد من خلال الشعار قيمتنا أنت. نحن بنعرف أنه الجمعية موجودة كل السنة ونشاطاتها مستمرة بكل المناسبات، بقى كيف إذا بشهر رمضان يلي بتعطوه حصة كتير كبيرة، شو البرنامج السنة؟ صح. هلأ نحن انطلاقا من قيمتنا أنت يلي هي قلنا أنه القيمة مش أرقام ولا أثقال في ميزان ولا بضائع ولا أموال ولا أثمان، أما القيمة هي قلنا الست أشياء. صح. هي اهتمام، هي إكرام، احترام، إسعاد وابتسام، إحسان والتزام. هالست أيام سقطناها على المشاريع اللي بدنا نحققها إن شاء الله، يعني بإذن الله بمساعدة الناس الخيرين والمعطائين برمضان. هيدا الاهتمام أعطيناه للمسن، قلنا مع المسن قيمتنا اهتمام. نحن هدفنا ما بنقول هدفنا 250 مسن اللي هو العدد، هو هدفنا الاهتمام ب 250 مسن. مش المفروض أنه قدي أنا يعني كم مسن عندي أنه بفتخر بهيدا الشيء، لا، قديش اهتمت بهذا المسن، كيف كيفية الخدمة اللي اعطيتها لهذا المسن فرضا عن المسنين. بالنسبة للأطفال والأيتام بشكل خاص، قيمتنا معهم إكرام، إكرام اليتيم هو القيمة اللي بدنا نقدمها، وهدفنا 3200 يتيم إن شاء الله عبر إفطارات الفرح للأيتام والمسنين، إفطارات الفرح للمسنين. مع الأسرة قيمتنا احترام، كمان هدفنا 2500 أسرة، هذه يعني البروشور اللي نحن معتمدينها. ومع الأسرة نحن منوزع يا حصص تموينية جافة يا حصص تموينية طازجة، الأسرة بتطبخ هي عزوقة مثل ما هي بدها، هيدا احترامنا للأسرة. نحن نعطيهم هن المواد الطازجة، اللحم والدجاج وهيدول هن بيطبخون، وفي كمان وجبات ساخنة جاهزة فاخرة صنع سيدات منزل، هن برنامج سيدات بلسم عنا بالجمعية. وفي العيد قيمتنا إسعاد وابتسام اللي هي 300 عائلة، نحن إن شاء الله في عنا كسوة العيد ولعبة العيد، وطبعا زكاة بتخليهم إن شاء الله يعني الناس المحرومين مبتسمين. ومع العابدين قيمتنا إحسان العابدين، بنقصد فيهم نحن بالمساجد يعني التابعة لجمعية الإرشاد والإصلاح، نتشرف بخدمة المصلين في التراويح وخدمة القائمين الليل عبر يعني تهيئة المسجد لهم، تقديم السحور يومي في العشر الأواخر من رمضان أو 15 الأواخر من رمضان، طبعا بشكل مجاني، ونتشرف بهذه الخدمة. وطبعا آخر شيء معك أيها الإنسان، أيها الإنسان اللي وثقت فينا بجمعية الإرشاد والإصلاح، ونويت أنه تحط مالك مال الزكاة عنا
نلتزم قيمتنا لنا معك التزام بانه نوصل الزكاة لمستحقينا. يعني الحمد لله نحن بالجمعية عمدة 33 سنة رصيدنا الحمد لله عند الناس من ناحية السئة وصيتكم أصلا الحمد لله. يعني هذا شيء ويمكن هالقيم الستة يلي ذكرتيهم جنان بعتقد كل شخص بيشتغل بالجمعية أكيد بيتمتع فيهم لأنه بمجرد ما بتكرسوا وقتكم للجمعية ولمساعدة الغير يمكن أنتوا صورة هيك مصغرة عن المجتمع يلي حابين تشوفوه بعدين 100% 100% وصح. يعني أمرار يعني الواحد الحق يقول أنه الواحد بيغرق بالروتين اليومي تاع شغله وبيظل كل هالحاجة يلي متفاقمة بالمجتمع بيغطس. مشان هيك نحن بنعمل هيدي الوقفة بنذكر حالنا قبل ما نذكر العالم أنه هيدي الأيام لازم نحن نلتزم فيها وبعدين نقولها للناس وننقلها. طب قديش مهم هالايام كمان نحن ننقلها لاولادنا من هن وصغار؟ يعني من انت ولادك بالبيت كمان كيف بتزرعي فيهم هالقيم جنان وبيكبروا معهم وكيف اهلك كمان يمكن زرعوهم فيك وباخواتك؟ اكيد انا ما بعرف جبت معي بدنا نحكي عنها هالاجنده. هيدي مركز غدي للناشئه عندنا بالجمعيه هو يعني هالسنه برمضان وزع على الاولاد. هي عباره عن كل يوم برمضان الولد بده يكتب انجاز عمله او مساعده مثلا هيدي نور بنتك هيدي نور بنتي اللي اول يوم رمضان عبت المكتوب انه كيف زينت لرمضان البيت وفعلا رسمت الزينه اللي زيناها كلنا سوا ومكتوب تحت انه انا كم صلاه صليت بلون كم صفحة من القرآن قرأت قديش أنجزت ولون إنجازاتي مكتوب تحت وطبعا بيكتب شغلة هيك مثلا مساعدة يمكن للفقير ساعدت الماما مثلا بالسفرة عملت شيء مع إخواتي أوكي. يعني عدة أشياء يعني على فترة 30 نهار فترة 30 يوم كل هيك بصير يمكن ما بدي أقول مجبور بس أنه هيدا محفز للطفل أنه يعيش رمضان مثل ما بتقول الأجندة. طيب ما كان في هال ما بعرف اذا في سميها توعيه بس ما كان في هالمحفز قديما لعيش رمضان. يعني الجمعيات كانت تقتصر بس يمكن على المساعدات على عدد قليل يمكن الحاجه ما كانت هالقد كمان كثير كبيره. كيف عشتوا بالبيت جنان؟ كيف كنتوا تتهيئوا لرمضان؟ والله شوفي في كثير امور هلا مساعده. يعني ما تنسي من 20 سنه او مثلا يمكن من 30 سنه نحن لما كنا صغار ما كان فيها الوسائل التكنولوجيا والسريعه وكان في يمكن ايامنا حرب شوي كنا محصورين بانه ما نظهر من البيت خصوصا بالليل. يعني اجواء رمضان اجمالا بتحسيها بالليل اكثر من بالنهار. فكان الوضع بلبنان شوي يعني مثل ما كنا بنعرف هلا مثل ما كنا بنعرف بلس انه صار في هلا توعيه اكثر. يعني صار الاهل مهتمين اكثر انه لا لازم اولادنا يعيشوا هيدا الجو لانه نحن ما عشنا مثل ما كنا. مع العلم انه كمان الواحد ما يروح اكستريم. يعني رمضان بضل شهر العباده بضل شهر التقوى بضل شهر القران والتراويح وهيك. يعني ما بدنا ننسى كمان انه نغطس بالدنيا وبس انه نظهر وسهرات وهيك لا ابدا. يعني دائما معتدلين ودائما انه نمسك العصا من الوسط لا بس في العوده للذات طبعا طبعا هيدي وقفه. يعني انا بقول شهر رمضان عن جد موسم روحاني جدا عم نقدم لنا اياه رب العالمين بحسه هديه لنا لانه الانسان فعلا بين سنه وسنه بتاخذوا الدنيا قد ايه بتاخذنا الدنيا نحن كثير بحاجه لهالشحن بتقعدي بينك وبين نفسك بتدعي ربك بالسجود بالتراويح بقراءه القران هذا كله كل السنه عم نروح عم نغيب وعم نغطس بالماده فنرجع ان شاء الله الله يقدرنا. يعني الجمعيه منتشره بكذا منطقه لبنانيه ولكن هالقيم السته يلي رح انتم رح بتقوموا فيهم يعني ضمن المشروع قيمتنا انت رح بتكون كمان منتشره بكافه المناطق اللبنانيه. نعم. يعني وين في جمعيه مركز للجمعيه رح بتكونوا عم بتساعدوا ابناء المنطقه صح؟ نعم بكل لبنان منتشره لانه الحاجه يمكن بكل لبنان المشاريع صحيح وحاجه كبيره كمان. نحن بكل المحافظات اللبنانية بخمس محافظات ببيروت عنا مركزين بثلث الخياط وبالكولا مركز سلطان محمد الفاتح ومركز السيدة ابنة عمران على الكولا وعنا بجبل لبنان محافظة جبل لبنان عنا مركز الحسن بعرمون وعنا بشحيم ببرجة وعنا بمحافظة البقاع مركز بعلبك ومركز بعرسال ومركز بالفتح. يعني هالبرنامج أو هالشعار سنة رح يطال كل هالمراكز بكل المناطق الموجودة وعلى الخصوص بعرسال لأنه في تواجد للنازحين السوريين في عنا بلاس هيدول عنا مطبخ خيري. هذا المطبخ بيوزع 4000 وجبة يوميا 4000 وجبة ساخنة ويا دوب يلحق الحاجه طبعاً. يعني الحاجه اكبر من هيك بكثير. هات لنا نحكي شوي عن الحاجه جنان. يعني قديش صار لكم منتشرين وقديش صار لكم بتشتغلوا بالعمل الخيري
ما بتلاحظ انه الحاجه عم بتزيد بمجتمعنا؟ عم بتزيد وصراحه للأسف. يعني حتى الناس بحسوا امرار انه نحن مع كل هيدي الاشياء الخدمات اللي احنا بنتشرف انه نقدمها للناس، ولكن بضلوا يحسوا انه ما كثير عم تعطي. وفي غير جمعيات كمان عم تنشط معكم دائما. صراحه مثل ما بتعرفوا الوضع كثير، يعني الازمه السوريه ومش بس يعني ازمه اللجوء بشكل عام بالعالم كله القت بعبئة على لبنان. وهون بحب اقول انه اللبنانيه كمان ما ننسى انه كثير في عائلات مستوره ومحتاجه. صح، هدول في عائلات متعففة وما بتحكي وما بتقول، هول نحن بنحاول نفتش عليهم تفتيش، يعني بهمنا انه نروح ندق ابواب العائلات اللبنانية اللي ما عم تسأل اساسا، ونحن اللي ما عم تطلب لانه بتعرفي بيعز عليهم يعني امرار يطلبوا اكيد، ونحن هول بنحاول عن جد ندق بابهم ونتعاون مع جمعيات اخرى. يعني هول يمكن في لهم وسيله خاصه لتقدروا توصلوا لهم. صح، هول تحت الاضواء هول على طول يعني بيكونوا، لانه مش بالسهل انه يعترفوا بحاجتهم اذا هيك. صح. عم طب العالم هن كيف بيتواصلوا معكم؟ يعني هلا مثلا حابين يشاركوا بالحمله، صح، كيف بيقدروا يتواصلوا معكم؟ نحن فاتحين بابين، باب التبرع وباب التطوع، وباب الثالث باب الدعاء، يعني يلي ما قادر لا يتطوع ولا يتبرع يدعي لنا الله يوفقنا، لانه فعلا نحن فايتين على موسم فعلا يعني كثير هلا الشغل قوي والحاجه قويه فيه، والناس رمضان يعني بتعرفوا كيف بحاجه يعني بتكون. باب التطوع فاتحينه لكل الشباب والصبايا او الصغار والكبار. نحن عملنا استماره اونلاين حطيناها ونشرناها على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانترنت موجوده. يلي بحب يتطوع مثلا بافطارات، بحب للصغار للكبار، بحب يحصص مواد يعني شو اسمه باكجز، بحب يصور يتطوع بتصوير فوتوغرافي او فيديو، كله نحن بحاجه له. وفي استماره تبرع كمان حنطلقها كمان ان شاء الله بهاليومين اونلاين، في الواحد يتبرع او في يجي لعنا على مركز الجمعيه. بدي اقول لك انه الجمعيه اصلا معروفه صارت وفتحت الخياط بالكولا بمركز يعني هو مسجد حمزه ومركز سيده بابنه عمران او بعرمون او يعني بكل المناطق اللي موجوده. بس قبل ما يخلص وقت خلينا نقول انه بعيد الفطر، بما انك موجوده معنا وبعرف بعد بكير، بس خلينا نحكي انه في مهرجان عيد معنا يلي كمان بتحتفلوا فيه بعيد الفطر. صح، هذا المهرجان كل سنة بنعمله بعرمون، هالسنة برعاية وزير الشؤون شؤون المهجرين الأمير أرسلان وبالتعاون مع بلدية شويفات. وهيدي يعني هذا المهرجان مثل بيقولوا بفش قلب المنطقة، بفش الخلق، بفش الخلق، يعني بتحسي بأسعار زهيدة مقبولة، الكل بيجي، العائلة كلها بتجي بتنبسط، في ألعاب نفخ، في ATV، في أشياء مش مألوفة حتى يعني بالمهرجانات الأخرى، ف يعني بيجوا وبينبسطوا. بس هون كمان حابه احكي شغله قبل ما نفوت على العيد، في مسابقه حاليا نحن كمان ضمن حمله قيمتنا انت، جائزه المهندس مبدع العبسي، هيدي جائزه لحفظ سوره البقره، سوره البقره هي اطول سوره بالقران الكريم، فهيدي الجائزه اطلقناها نحن عبر دار اقرا بالعلوم للعلوم الاسلاميه، دار اقرا عنا بالجمعيه للطلاب الجامعيين الشباب والشابات، لحتى نحفزهم انه برمضان وبالصيف يختموا وقتهم بحفظ سوره البقره. كيف حيحفظوا؟ في دوره اصلا نحن حنساعدهم على الحفظ، بيسجلوا هلا بشهر رمضان اونلاين اكيد، او بيجوا لعنا على الجمعيه بيسجلوا، والدوره بياخذوها بين شهر تموز واب، والامتحان بيكون بشهر اب. هذيك السنه كانت اول مره بتطلق هذه الجائزة، كان كتير في إقبال عليها، شباب ما شاء الله عنهم. شو كانت المسابقة كمان؟ حفظ سورة البقرة نفسها، بس كانوا بس شباب، هالسنة شباب وصبايا. أنت يعني حفظتيها؟ أنا الحمد لله حفظتها، حفظ القرآن الحمد لله يعني، وبشجع عن جد القرآن يعني خاصة بشهر رمضان الواحد هيك رب العالمين هي يعني هي المناسبة، هيدي المناسبة إذا هلأ ما بده يختنموا، والشباب والصبايا ذاكرتهم بتكون بعدها فريش وهيك، فعن جد شدوا من هيك كل يعني حدا شباب وصبايا عم يضلونا بعد هيك الذاكرة بصير ما يمشي الحال، بصير هموم الحياة خلينا يلي بتنسينا القيم يلي كنا عم نحكي عنها. في للصغار كمان بروجرام كتير حلو عاملينه ضمن حملة قيمتنا انت بمسجد حمزه بالكولا، الاطفال بين عمر 6 ل 12 سنه، اطفال صغار، بدنا نشجعهم على صلاه الفجر بالجامع، فكل طفل بيجي بيصلي الفجر بالجامع بياخذ هديه كل يوم،
حلو. كل يوم يعني اذا اجى كل يوم حيطلع له 30 هديه. اذا مسيحي بيطلع له كلهم بيطلع له هدايا كل العالم بتطلع. جنان بس بدي اسال، الوجبات يلي بتقدموها انتم بتوصلوها ولا فاتحين اي مراكز او مطاعم او صالات لاستقبال الناس؟ في هيك وهيك. هلا نحن الوجبات بس خلي الناس المحتاجه تقدر تسمع وين عم بتقدم. الوجبات الساخنه الفاخره قلنا نحن في عنا بروجرام خاص، برنامج اسمه برنامج سيدات بلسم، سيدات كل المتطوعات بالجمعية عم يطبخوا بأنفسهم مثل ما بيطبخوا ببيتهم هن، يعني مثل أكلاتهم بيشيلوا منهم، وطبعا معهم مجموعة من فريق الشباب والصبايا المتطوعين بيعملوا باكجينج مع الخضرة الفاخرة. أكيد أكيد ما هن سيدات متطوعات بالجمعية، وفي دليفري للبيوت ومثل ما قلنا لبيوت اللبنانيه يعني هذا، فاي حدا بحب يتواصل اصلا قطع رقم التليفون وقطع الويب سايت وصار معروف يمكن كيف طريقه التواصل. نحن بنشكر حضورك معنا جنان منيمنه رئيسه دائره الاعلام بجمعيه الارشاد والاصلاح الخيري الاسلاميه، بنتمنى ينعاد عليكم هالشهر بكل خير وبركه وصيام مقبول لك. شكرا. اهلا فيك جنان. اهلا فيك. نحن رح نتابع وبأكثر من 60 لوحة نقل الفنان تشكيلي نبيل سعد كل الحاضرين بأصل اليونسكو إلى حقبات القرن 19. معرض حمل عنوان بيروت على خطى الأفق بيوثق خلاله الفنان نبيل فن العمارة وتاريخ بيروت بين العامي 1840 و1960، وبهالتقرير كل التفاصيل. هي قلب لبنان النابض، ولأنها بتحمل ذكريات شعب وحضارة بكل شارع وكل حي وكل زاوية من هالمدينة النابضة بالحياة، وثق الفنان نبيل سعد حقبة تاريخية قبل 1840 ب60 لوحة ذات طابع تاريخي وتوثيقي بتحط بيروت على خط الأفق. معرض رائع، رجعنا أيام زمان. هيدي هاللوحة هيدي هون رجعتني لأيام الدراسة، انه ترامواي بيروت ما حدا بيعرفه، شفت كيف؟ فهيدي صوره يعني احياء لذاكره بيروت التاريخيه، لذاكره بيروت المدينيه. انا اجيد الرسم اكثر ما اجيد الكلام. اللي بيشوف لوحاتي رح توصل الرساله كثير بوضوح. ها وبتمنى الجميع يشوفوا معرض بيروت على الافق، وان شاء الله نحن ان شاء الله الله يوفقنا نطبعه كتاب ليصير بمتناول الجميع. وهيدي الذكريات الحلوة اللي بتضل مع الإنسان، وهذا تجديد لتاريخ المدينة. لسه يعني الروح القديمة حلوة تلاقيها بمحلات تعطيك هيك انطباع مريح. كل لوحة مميزة وكل لوحة جميلة بحد ذاتها، مش بس لأنها بتصور حي أو شارع أو مكان ما من بيروت، لا، لأنه فيها مميزات جمالية. استرجع الحضور ذكريات الزمن الجميل ليلبوا حنين مستمر للماضي، وبكل لوحة حكاية لتكون بيروت حاضرة مش بس بكتب التاريخ بل بكل قلب وعقل وذاكرة. نبيل يمكن شهادتي مجروحة فيه، وأنا دايما من أكثر الأشخاص اللي بحب أعماله، وهو أعماله بتفرض حالة بحد ذاتها. نبيل فنان مشهود له بالجمال وبالروعة وبالدقة، ريشته من ذهب مثل ما انت شايفه، اذا كان الاكواريل يما الاكريليك بحاكي النوستالجي عنا، بيرجعك للاصاله للجذور، هذا الروس بخلينا كيف عشنا يعني افضل من اولادنا. عم نطلع على شغله معينه حتى نقدر نلقط المكان، يعني في كتير فرق، كاننا مش بيروت يعني هلا الحاضر، كاننا مش القديم. يعني بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك، بحبك تسأل شو بني شو اللي ما بني، بحبك يا لبنان يا وطني.